مرحباً أصدقائي، مرحباً بكم مجدداً. اليوم لدينا قصة رائعة من الأراضي السفلى، تجمع بين الضحك والغرابة التاريخية، الحرب المشهورة ضد النعام. نعم، سمعتم صحيحاً، حرب ضد الطيور. لذا امسكوا بالمناظير الخاصة بكم، ولنستغرق في الكارثة المنكوبة التي وقعت في أستراليا في عام 1930. تبدأ قصتنا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. عاد الجنود إلى أستراليا بعد خدمتهم في الحرب، وعدوا بأراض لزراعتها، لكنهم لم يكونوا يعلمون أنهم سيواجهون عدواً غير متوقع، ألا وهو طائر النعام. تكاثر النعام وهو من الطيور غير القادرة على الطيران في الأراضي الزراعية الجديدة في غرب أستراليا. جذبهم تجميل الأراضي الزراعية الجديدة، فكانوا ينمون بسرعة، مما تسبب في دمار واسع النطاق. كان الفلاحون على أعصابهم، إذ كانت المحاصيل تتعرض للدمار، واضطرت الحكومة إلى التدخل. في تشرين الثاني 1932 نشرت الحكومة الأسترالية جنوداً متخصصين لبدء هذه المعركة. كانت المرحلة معدة لمعركة النعام مقابل المدفعية الثقيلة، ولكن لم يكن الأمر بسيطاً كما يبدو. النعام كانوا أذكياء وسريعين ومثابرين بشكل مثري، هربوا في جميع الاتجاهات، مما جعل من الصعب إبادتهم. يا للهول، بعد عدة محاولات فاشلة وجولات لا تحصى من الذخيرة، أدرك الجيش أنهم كانوا يخسرون الحرب أمام النعام الذين استبسلوا فيها. في كانون الأول 1932، بعد شهر فقط من بدء الحرب، أعلنت الحكومة الأسترالية رسمياً انسحابها من الحرب، وقد فاز النعام. في النهاية تم قتل عدد ضئيل من النعام فقط، واعتبر هذا الأمر فاشلاً ومكلفاً ومحرجاً. أصبحت الحرب على النعام منذ ذلك الحين ملاحظة مضحكة في تاريخ أستراليا. إنها قصة تظهر روح النعام التي لا تقهر، وسخرية البشر من شن الحروب ضد الطبيعة. هذه هي قصة الحرب الكبرى على النعام، فصل غريب ولا ينسى في تاريخ أستراليا. إذا كنتم استمتعتم بهذا الفيديو، لا تنسوا النقر على زر الإعجاب والاشتراك للمزيد من القصص الرائعة من جميع أنحاء العالم. حتى المرة القادمة، تحية من أستراليا.